فايقين فايقين مازلتوا فايقين معنا حتى يرجع لنا النضال. قاعد يصور في في البرد القارس في عند راهم يصور في فوندو. تنحكي لكم بعد كيف يشوف فوندو اثنين خاطر السيناريو نسيه ستحكي له بمسلسل حلقة لو بسيرك تصور روبي والله نعرف شنو حاجات باش تصير. انت تعرف نجم نجم نعملو شونتاج نجم اما اسمع صباح الخير ساحة. صباح الخير خالد. صباح الخير نجيب جيري. معناه بخلاف المنافسة بين بينك أنت ونضال في رمضان إن شاء الله. باش تكون منافسة في الأيامات أبارتير من البارح يذولي أبارتير من البارح في نفس الوقت قاعدين يعاودوا في فوندو في نفس الوقت شوف لي حل. قاعدين يترنيو على المنافسة. قاعدين يترنيو على المنافسة. مش يقدروا ياهم ولا ياكلهم. شوف لي حل ياكل حتى خدمتي أنا جديدة ياكلها شوف لي حل. حمني الإعادة بتاعي جايبها أكثر من. هذيك تونس هذيك هذيك حاجات ما 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 على حكاية سبويل نحكي لكم حكاية. فما وقتها يكون سيزون 3 ولا 4 تشوف لي حل بدي الانتيري والصحافة وكل شيء وين وقت ما بنيشوني جملة معني مانيش مركز معدل برشا خد سينو مخك يهرب بيك. عاد كلمتني زميلة صحفية نحييها كانت تسمع فينا تفكرها خاطر الحكاية وسألتني قالت لي مزيتها مبتدأ قالت لي أمان هكا سألتني حاجات فما جديد قالت لي أمان أمان كاش توفى السيزون مش نجاوبها. قلت لها اسمع باهي باش معناها راهو ستايش باش يخطب جنيت وجنيت باش يعرس وستايش يولي يحكم في البلاص وينتقم مسلمين ستايش وش اسمه بيرسوناج فوشيكا 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 ستايش في خطاب على الباب سامحني زد عليه يا اخي بعدش كلمني الدكتور الشيف قالي حاتم الله ربي يهدي قالي جابت لي الديد قلت له كيفاش شكون كيفاش قالت له حاتم بالحاج قال ما تعرفش حاتم بالحاج عاود الارتيكل عاود الارتيكل تصور تصور تهبط هكاك سبويل من نوع اخر. تعرف انا باش نقول لك حاجه بدينا نشوف لي حال بدينا نشوف لي حال البارح تكلمني بنت خالي عمرها ممكن ست سنين سبع سنين بربي تنجمش سبع سنين حاتم مش تعرف انت قداش معذبنا في عيالنا بربي تنجمش تقول لعمي حاتم شنو هو مكتوب في الورقة بتاع مكتوب عمرها سبع سنين يا حاتم مكتوب في الورقة عمرك ما تخدم خالد العبيدي معك قول لا عمي خالك أو بشتير لك بخالك بونجور ألفا أفو ترافيك مديما طريق معبي ولا ليه بالأحويل مش ديما ديما أنا يظهر لي بش ينقص الترافيك يعني بش ينقص ليزومبوتياج معني من هنا 6 شهور كي ولي الليتر يسوس 5000 ولي تذكر هبتك تحت ضبوت وكنت ماشي تخدم بيها معني هكا تهزة يمكن قديش سيريو زريد مش في فورما اليوم علي مش في فورما شنو يمكن لا يوم لا فماش دور مسيش شعل فيها الويه هاي بر نبدأ وينفو ترافيكا مش حط لك الضوء كده اجتماع يفهم فقت ولا مازلت صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فايقين مع نضال فايقين فايقين مع متنان متاع يفهم كل يوم صباح من بديت انا عندنا ضيف من بعد نعلن عليه ولا بيسير نعلن عليه هو مخرج مبتدئ الحق يعني ما عنده ما يقول مخرج مزيل عمل أول فيلم أول فيلم مخرج مبتدي في العقل تشهر في عقله فما أمل إنه ينجح له فما أمل إنه يحقق حتى إشعاع شوية خارجي هو مخرج شباب شاب مخرج مبتدي فهمت إن شاء الله إن شاء الله تتعدلوا بالكده الانترفنسيون الفيلم لا الانترفنسيون الفيلم مش يمشي له بالكده أنا الحق بزيت ما شفتوش فيلم حتى نبدل تليفون علاش مدخل تليفون خاطر كي تمشي غلط مع السلفي خاطر العباد يمشي يعملوا سلفي وبعدش يتفرجوا تنعملوا في التيزينج تنجموا تشاركوا على الباجة تقولوا لنا شكون زعما في الباجة انستغرام فايقين موجود شكون الضيف دونك ادخلوا الباجة انستغرام فايقين شوفوا شكون الانفيتي كنت بش نربح العباد كادويت
عندي فريجيدير وغاز وبيت نوم وميكروويف والتلفزة 18 نوفمبر الاكل داخل على بر داخل من الحضور كل البطولات الباب هذوك. روبريك البارح نحن رجعناها لكن بون اليوم قلنا نزيدوا نخلي العباد يعاودوا يستنسوا اللي رجعت في انتظار نعملوا لها نتلاو بها وغير نصعبوها شويه نعملوا هكا كادو على الصباح نبداو نبداو برا يجيك فيها جينيريك فيها جنجل اي جنجلن يجيك لغناء غفل باش نطلبوا حد فايقوه نسردوا عليه كلمات اغنيه وهو يطلع لنا الغناء هكاك الكونسيبت. الو صباح الخير شنو حوالك خويا لاباس؟ الحمد لله بربي كلمتك سمعني قيمتك منهم عندي جوج سؤال. اي تفضل. تبعني نبني والدنيا حرة. أه. تبعني مش دنيا حرة كهو في اسمها نضوي وشمس وقمرة مش غنية زيها. أنا قلت لك سؤال أنت من عرش أنت ظهرت لك غنية. أنا عارفها زي ذا اللي غنية أنت حد جويني صعب يشعر. برافو طلعها فيسع فيسع من النوم مراهوج من النوم وطلعها. صباح الخير ساعة معك. صباح الخير معك اي اف ام. فقت لي معك اي اف ام ولا فقت بينك يطلبنيك؟ اي اي تي بي سمعت تقرا باهي ماشي تقرا انت توا؟ اي نورمال عرفتك تقرا دارك لي قايم ناشط كيما هكا كلك نشاط دار ماشي قد ايه عمرك؟ عمري 20. ها عمرك 20 سيدي مبروك. بون مبروك مبروك خاطر طبعا ديش يقول لك عليه عندك كادو من عند اي اف ام يزمك كارت روشارج من اهداء اوريدو داكو ما لا تكلمك عليه يقول لك قولوا له صباح الخير يمشي بلو نشط للمكتب. نحن نشطين نحن فيقين نحن ناشتين نبدأ أخبار الـ 24 كرونو نبدأ الأخبار الـ 24 كرونو 24 كرونو به شكون عنده كهرباء فيكم؟ أنت عندك كهرباء قديش زيد ليسونس؟ تحت المية ديما هذا ديما كشتر كيس كشتر كيس معني حموش شكل 99 اما ديما هلا نجيب رجلي وبقوي نعطيكم نذكركم بالاسوين بنزين الرفيع الخالي خالي من الرصاص 2220 لتر زد 65 ملي الغازويل بدون كبريت 1915 ملي من لتر معناها زيد 55 ملي الغازويل العادي 1705 ذي المهم الغازويل العادي اللي استعملوه صيادة اما عندهم دعم هما زيد في سورتو صيادة اي بزيد 50 ملي من لتر بنزين الخالي من الرصاص ممتاز تعرفوا هذا خالد؟ نعرفوش ما عنديش كهرباء فما تصب منه انت الرفيع خالي من الرصاص سوبر سامبلون ولي ها سوبر سامبلون ممتاز اي سوبر سامبلون مال الرفيع خالي هو البنزين الرفيع الخالي من الرصاص هذاك سوبر سامبلون اما هذايا اسمه البنزين الخالي من الرصاص الممتاز ممتاز سوبر هذا قاري على روحه هذا صوص قاري على روحه 2360 ملي لتر زادوا 110 بربي هذا اقفل 110 خاطر قال لك اقل من 100 زادو اللي هو يصب في النورمال يصب في النورمال والغازوال دون كبريت ممتاز زاد فما ذاك ال 50 2100 مليم لتر بزياده 100 مليم ولاش من هذا التعديل اسعار قوارير الغاز البترول الموسيل والموسيل حقه اسمه السائل مش الموسيل اي بيبس الغاز ما يزيدوش كاتبين الموسيل هذا في البيان المنزلي وبترول إنارة المنزل إنار معناها الغاز اللي طيبوا به هذاك هو العبيد اللي يشريه والغاز دوفيل ما زادش الغاز غاز دوفيل زاد ما زادش دونك ليسونس تعديل الاسوام معناها حاجه ضروريه لكن اذا الاسوام بترول باش تزيد تطلع
معناها قداش زعما نجموا نوصلوا يترودوسيو؟ هنا مشكله في العالم الكل في سيرتو بعد الحرب اللي صايره ما بين اوكرانيا وروسيا، فما زياده ونحن عاملين تعديل آلي، معناتها زيادة تنجم تصير كل 3 أشهر ده كل 3 أشهر جات مع الظروف هذيك والظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي تمر بها البلاد اون جينيرال، ومش وقتها بتاع زيادة، مي ضرورة حتمية شر لابد منها. هو الكلهم براتيكمون حتى فرنسا زاد، ريت في الأخبار زادوا هم قد ايه لتر وليت 2 أورو هكاكا. خليل ديما تيخر المرار على نعرفش قديش شوف لنا قديش ليسونس، لكن بالزيادات وكان نتبعوا السوق وكان ينقص الدعم باش يولي ليسونس ان برودوي دو لوكس بالطبيعه، لانه هي ماشين في تنقيص الدعم ويمشي المستحقيه، لان زاد فما مشكله سيرتو في المواد الاساسيه الغذائيه، الدعم مش ماشي المستحقيه، يلزم الدولة تعالج الوضعية ذي ويمشي الدعم المستحقي غداش من مليار من كاسة الدولة تمشي الناس لمزيد الثراء بتاعهم. مسألة ليسونس في الظروف الموضوعية اللي يمر بها العالم الكل زيادة بارتو في العالم، الوضعية الاقتصادية نحن بتاعنا خايبة، الظرفية خايبة، مي مجبر أخاك لا بطل. حاتم ديجا ليسونس في فرنسا بانه 1.72 أورو والغازوال باورو 67، ما تعداوش العتبه نتاع 2 اورو مازالوا فهمت دونك اورو ان اورو 7 معناها 3700 قريب 5000 لتر قريب 5000 لتر بون ما تقارن، ما عندهمش دعم للمحروقات، وكي تقارن البوفوار داشا هنا والبوفوار داشا هنا انا موافق كل شيء قالوا نجيب الا فكره انه الاسعار يتم تعديلها بصفه اليه، على خاطر كي تقول الاسعار يتم تعديلها بصفه اليه معناها وقت اللي تيحسوم طيح طيحنا مره نقصنا مره برك عندي 20 سنه هو بطبيعته البترول ما يطيحش في نسقطه صعبه، مش في نسقطه تماما، وصل ارقام الدنيا خياليه معناها احنا في تونس ما وصلناش تقريبا وقتها، لكن زاد معناها فما حاجه زاد اللي ما يلزمنيش لا نيجليج تاع لامبريسيون اللي زدنا كان في الليسانس، اما باريفي بول دو نيج كل شيء بالطبيعه، خاطر الليسانس هو ينقل البضائع، الليسانس ولا المزود هو اللي يحرث، هو اللي يجيب الحوت الصيادة البالانسيات، هو اللي يتنقل بين المدن، مش تعدل زياره كليه في كل شيء معناتها وين ماشيين هكا معني تتصور اللي معني اول مره نبداو عندنا الافق مره واش بالقديم اول مره لا معناها في تاريخنا معني نحكي ماكرو ايكونومي معني او كيف حتى اول مره ليه معني قبل ديما عندك امل عامل من بعد كرواسونس تجيك شويه سيشريس معني ديما تقول اي عم جاي صاب عم جاي باش ننزل باش نوسق الزيتون للماكسيموم، مره هذه حتى الحوت كنا نوسقوا برشا، جو بونس المارشيات العالميه كلها كازده معني على خاطر انتروتر نرجعوا ديما لفكره انه لازم تكون عندك برنامج واضح وتمشي فيه، واذا صارت تغييرات كسوا بحرب ولا كريز ايكونوميك ولا بكارثه طبيعيه ولا غيره يتم تعديل البرنامج اللي ديجا حاضر على الظروف اللي صايره. احنا في تونس ما عندناش اساسا ما نراوش في برنامج واضح، دونك ما نعرفوش كيفاش باش يتم التصرف مع الكوارث ولا مع الاحداث العالميه اللي صايره، دونك بعد الكورونا العالم الكل يمر بازمه كورونا في الموقع عطات ضربه خايبه في الاقتصاد في العالم الكل، معناتها مش كان في تونس، العالم الكل يمر بازمه. الوحيدة اللي ما عندهاش زيادات هي السلمة هليل جيبها قد فقت ولا مازلت صح صح وفيق وأبدأ نهارك مع أقوى متنال فيقين مع نذال 37 دقيقة على يفام هذه المتنال متاعنا كما كل يوم نرافقوكم 7 لـ 9:30 بعدش عنا الضيف بوم انا قاعد نعم في التيزينغ ابارمون في الحكايه سمعت قعد كان انا ما علميش بالحكايه ذيك خاطر ما ندخلش الانستغرام الحق ما عنديش بدن ندخل بيه الانستغرام سينو يلزمني 35 فلتر وكي ندخل واللي نعرفهم في انستغرام في الدنيا ما نعقلهمش حق يتحولوا معناها يتعدي وبعد ساعات وليت نرى العباد في الشارع فلتر معناها مره زاد صديقه قاعدين هكا عملت تصويره وعملت فلترويتها الكل خرجتني كي العظم المصموطه هكا لقيت عينيا لقيت يا بنتي كي تفلتر فلتر روحك بارك تحيه الوصال
البنك الفرنسي التونسي قبل ما نحكيه على البنك الفرنسي جاتني فوسكوبي في وذني. قبل ما نحكيه على البنك الفرنسي التونسي والتداعيات متاع إفلاس البنك هذية، جاء الوقت اللي باش نحكي لكم فيه على جات أسيرانس. جات أسيرانس حابت تدلل حرفائها سعيدة ولا سعيد الحظ اللي باش يربح مع جات أسيرانس اليوم. دونك تعرفوا حكاية البنك الفرنسي التونسي ولو انها معقدة، نحن مانيش باش نرجعوا على خلفية ولا حيثيات القضية، خاطر القضية معقدة وانتهت بغلق البنك المذكور في برشا متداخلين في خطية كبيرة، معناها يمكن عملت لنا انترو بيجيتير زاد حاجة كبيرة. شكون تشد، شكون باش يتحاسب؟ فما انونسيان مينيستر، فما برشا مسؤولين كبار. لكن بنكة كي تسكر فما حاجتين واحد يخاف عليهم ولا يسأل عليهم، هو مصير اللي يخدموا غادي والفلوس الناس اللي غادي والفلوس نتاع الناس. هنا جوست فيت في فما 200 موظف في البنكة، وتعرف كي تسكر كي يغلق بنك معناها قداش ترجع لك الدولة؟ تستعرف لك تعرفش السوم اللي كموظف ولا ك ككليون كحريف في البنك معناها تعطيك 60,000 دينار كي يبدا بيان سور عندك في الكونت، واللي عنده في الكونت برشا معناها كيفاش ليميت معناها البلافون فوالا الكلمه نفركس عليها، ما تفوت 60,000 دينار. معناها تبدا عندك مليار رجعوك 60 مليون كي تبدا عندك مليار بعد الشر عليك عيني ما تضر بالحق بلوى مليار تولي خاطر ما يسالش ما يسالش حتى تبلي حب يتبلي ربي يقول له خلي انت خذيت مليار ونشوفوا لحالك حاوس بوني البنك روح من روسك اي فسالي فسالي خذيت خاف على المليار نتاعي انا ترى رحمه بونجور المليار المليار معناها فما اجراءات اخرى خاصه. نبدأ بيك نجيب، قضية معقدة فيها برشا سياسة ولا؟ برشا سياسة. القضية هذه بدأت من وقت بن علي، شكال البي دي جي وقتها من وقت بن علي. شنية هي المشكلة؟ اللي ناس خذت قروضات وما رجعتش للبنك الفرنسي التونسي، وخذت قروضات بالمحابات وشكون يتحملها؟ المواطن التونسي والدولة التونسية. القضية بدأت من وقت بن علي. التطورات صارت بعد 2011 كي سيام بالسدرين أعطت العفو للبي دي جي بتاع البنك هذه، ولا عنده العفو التشريع العام تقول عليه هو مظلوم في عهد بن علي، وهذيك اللي تمت إدانة الدولة التونسية. كيفاش سيم بسدرين عمرها ما تعطي عفو؟ ماني شنو كيفاش خديت؟ لا ما هو هيئة الحقيقة والكرامة. اي هيئة، اي هيئة الحقيقة والكرامة. هو من قبل سيم بسدرين المرسوم الاول بتاع عفو التشريع العام اللي اول مرسوم صحه البجقيد السبسي الله يرحمه سنة 2011، ومن بعد في هيئة الحقيقة والكرامة كملت نظرت في الموضوع ذاك لهنا، ولت تمت إدانة الدولة التونسية. الترويكا ما تعملتش بحرفية، وفما شكون نقاط برشا نقاط استفهام لتو مطروح، والقضاء التونسي حلفها بحث. الترويكا ما تعملتش بحرفية، وشكون يهز الفاتورة هي الدولة التونسية مش الدولة، نحن بس خلاص. هي خلاص 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 الدولة التونسية منين. هي نحن من الإدام تاعي من الإدام. أنا في رأيي وقت سكرت البنكة والبارحة البوليسية منعوا الموظفين من الدخول وسكروا البنكة، يلزم فما محاسبة، لأنها عقلية الرزق البليك والإفلات من العقاب ما تنجم تأدي كان المزيد من الفساد. باش نجم قوم الفساد حقيقة يلزم الروع بعد يتحاسبوا على الأخطاء العملة، وهذه مش أخطاء سهلة وبسيطة. هذه تعمل لك فجوة كبيرة في ميزانية الدولة، لأنه آلاف المليارديرات علاش المواطن التونسي يهز فيه على كرايم وفي عبء مش بتاعه؟ الناس ولد غنية كي خذت قروضات من البنك الفرنسي التونسي ما رجعتش فلوس التوانسة، والتوانسة هما اللي باش يدفعوا الخطية اللي حكمت بها المحكمة الدولية. خالد أغزر، فما برشا مرات وقت نجي نحكي على الموضوع ولا نسأل الناس اللي هم متمكنين برشا يقولوا انكومبيتونس أكثر منها فساد، معناها حكاية متاع غلطة متاع وراق ما مشيتش في الوقت متاع هي خاطر الأفير قعدت برشا وتعديت من القضاء للاربيتراج
سيرتامون تهزت للاربيتراج انترناسيونال وهي قضيه سياسيه ودخلت في دخلت زاده في النقاشات الدبلوماسيه التونسيه الفرنساويه وكان سيرتامون وسيله الضغط من الطرف هذا ومن الطرف هذا قضيه متشعبه لي زيكسبير يقولوا نعرفوهم العباد اللي كان يحكي عليهم نجيب اللي استغنوا في جره الحكايه هذيا ومنهم شكون مازال ليكزيرس في تونس دونك في الاخر شكون يخلص الفاتوره هما اللي نعرفوهم والا احنا دافعي ضرائب تبقى حكايه دوله قويه ولا نظام قوي ولا مش نظام قوي انا اللي يهمني في الموضوع كما قلت انت حاتم من الاول الفلوس نتاع المواطنين اللي في البنوك وذاك يبقى ملف مش يبقى ملف مفتوح ومن ثم العملة اللي في البنكة أوروزما أنه المعلومات تقول أنه بارتي منهم باش يتم تسريحهم تسريحهم ما عطاهم معناها يعطيو مهبوط وعطيو مهبوط وفما اللي باش يعديو معناها يبداو يخلصوا لهم في الروتريت نتاعهم وفما جزء منهم باش يتم إعادة توزيعهم هذول 67 موظف على بنوك أخرى باش يتم إعادة توزيعهم على بنوك أخرى مهم ياسر أنه العباد اللي في البنك هذيا مش معناها بسبب لانكومبيتونس بسبب عدم الكفاءة متاع المسيرين ومتاع العباد اللي في النظام يلقاوش رويحهم من غير خدمة مهم جدا فما هالليامات وليت نحس خاطر انت دافع ضرائب نحن كشعب كمواطنين الكل كل واحد وكل مش كل قدير وقدر كل واحد شنو هو الواجب عليه معناه كل واحد بورسنتاج على المداخيل على الارباح اللي تحب انت تي في على 1% على كل شيء دونك هذه في ظل معناها انعدام القروض والفمي ونعرف كل شيء الحل الوحيد للبلاد راهو نحن الحل الوحيد المشاكلنا هما نحن بيدفعنا الضرائب اما اخي انت تطلب مني انا ندفع لك ضرائب وانت عندك تحط لي وزير انكومبيتان ولا مسؤول كبير انكومبيتان وقت الترويكا معناها الناس تفلح ناس جابوه معناها الناس شد الحبس كان منفي اللي تحب انت ناس ما خدمتش يا اخويا 20 سنة 10 سنين بعيد على الخدمة يعمل في السياسة ويتشقلب ويتكتك ويلحس السيد والشيخ وبعد يجي يعطيوه منصب وبعد يدخل منصب هذاك يدخل يفلح يدخل يفلح وبعد ايش خطيب 1000 مليار 2000 مليار هو مش خاسر في موضوع البنوك حاتم كنت تذكر في حكومة يوسف الشاد رسمنا البنوك العمومية البيهاش والبيانا ومنعوهم البنوك عودنا صبينا فيهم فلوس دولة تمنع في البورتفوي متاحة ما نحن زادة نحن معناها تو ان تنجم تلوم واحد ما يحبش يخلص تنجم تلوم واحد تطالب في العبيد باش تدفع الضرائب وتكون مواظب على الضرائب وانت تمشي في الكياس بالحفر تمشي للسبيطار يهنتلوك تقعد بثلاثه سوايع مطيش وبعديش يجي واحد انا كومبيتون مسطك وسامحوني في الكلمه ولا ما تسامحونيش في الكلمه مسطك يجي دخلها في حيط وتقعد تتخلص معناها اما اسمع معناها من زيد من سخريه القدر انه حتى فمش حتى عدل في الحق في عدم دفع الضريبة بمعنى انت قاعد تقول انه احنا دافعي ضرائب قاعدين نخلصوا في الفاتورة كونكريتمون مش الكل معناها فما مجموعة من المواطنين عنا درا قداش يقصونا في الان بورسون والان بورسون منا ويقصلوا شنو وزيدوا في الضريبة على شهريته من غادي وزيد قصلوا ضريبة استثنائية ودرا شنو وفما عباد عندها الحق ولا حرة في انها تختار انها ما تدفعش الضريبه نتاعها درك هي عند دخل اكثر منا في برشا فلوس دونك حتى العداله في دفع الضرائب ماهيش موجوده انا العداله الكونسيبت معناه بيناتنا في العمر زين فماش عداله يتخو حقك حوت ياكل حوت لي فماش عداله فشنو فين العداله تو الرشوه فساد هان تو فما ناس 10 سنين عبيت تو تجي واحد بربي 10 سنين وهو فاسد وتجي توا تعمل له خطيه كل شيء وديجا فلوسه والسرقه واللي سرق من كل البر هاي جماعه بن علي وطرابلسية والناس اللي كانت والعائلات النافذه هاي مازالت نافذه مش مازالت نافذه حاتم فما ارقام تقول مهم جدا في العشر سنين الاخرانيين تونس عملت الركور التاريخي متاحة في عدد المليونير والملياردير في بلاد تعيش الازمه اللي عشناها في العشر سنين تونس عمرها ما كانت عندها عدد متاع دي مليونير ومليارديرات كيما في العشر سنين الاخرانيين شوف الكراهب انت فما تقرير فما ناس تحوس بكراهب بمليار ونص مونديال في 2012 21% من ميزانية الدولة تصرف فيها العائلة بتاع بن علي وجماعة بن علي ما انت برجامينيك يقول لك 20 عائلة تتحكم في الاقتصاد التونسي ما انت هذا سفير الاتحاد الاوروبي
بو ما قالش هكاك، قال بطريقه اخرى معناها برشا دبلوماسيه، لكن هذا واقع معناها، يقول ما يقولش، نحن نعرفوا الواقع ونعيشوا فيه الواقع، فما برشا خور وبرشا حاجات. وعلى ذاك قيس سعيد هو باش يصلح الواقع هذا الردي. فكرتني فيه ولا تعرف نسيت ولا يفكرك في الشاد جاب ربي معنا نجيب. قيس سعيد البارح حكى مراد وقت حكينا على القمح وحكينا على مشكله لامونيتر وكل شيء، اليوم فما استئناف العمل بوحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي بجيبس، رجعوا بتدخل ما معناها تدخل شخصي مباشر وشخصي من أمين عام اتحاد شغل نور الدين الطبوبي، والتوصل الاتفاق بين جميع الأطراف. كيفاش تقرأ هذا الطبوبي؟ هو الجامعة المختصة بالأمر في الاتحاد العام التونسي للشغل خرجت بيان البارح، قال الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اكزاكتومون، خرجت بيان قالت راهو احنا نستغربوا، مش احنا هم يستغربوا الصمت متاع الحكومة تجاه انطلاق الاحتجاجات وتوصلها على امتداد 4 أيام، وتستغرب وتستنكر بلتو عدم التزام كالعادة الحكومة بالاتفاقيات وغيره. هو الصمت راهو صمت الحكومة مدام بودن، الصمت معناه عنده تقدي خمسة شهور. تعرف ديما يرجع الدباء يرجع برشا مرات في العشر سنين الاخرانين متاع نلومه على الاتحاد اللي يعمل في الاضرابات، ولا نلومه على الحكومة اللي ما يش قاعدة تنفذ في الاتفاقيات متاعها مع الاتحاد. ما زاد فما اتفاقيات عملت تحت الابتزاز، ما بش نقوله لا ما لا انا معك نجيب، فما اتفاقات عملت تحت الابتزاز برشا حاجات برشا حكومات كورت والحملة الانتخابية باش تحافظ على بلاصتها تصحح على مطالب مجحفة. هي اليوم كتلة الأجور 40% من ميزانية الدولة، وين ماشي؟ صحيح حق الخدام، حق الخدام في شهرية محترمة باش تكفل له العيش الكريم، أما الابتزاز في ظل دولة ضعيفة، الابتزاز من بعض النقابات. اليوم اللي عمله سيد نور الدين الطبوبي والمجمع الكيميائي، نكون بعد المؤتمر نور الدين الطبوبي حب يعطي رسالة، أراو الاتحاد مش بتاع اتحاد مطلبي فقط، أراو وضعية البلاد يعرفها. المجمع الكيميائي في الوقت هذا كي يحبس لا مونيتر والدين الكل تحبس، يعطي الصحة نور الدين الطبوبي. أول خطوة بعد إنجاز المؤتمر اللي علي به وعليه، فهمني، خذيها خطوة إيجابية جيدة في مصلحة البلاد. أنا شخصيا ما نعرفش جيتوا على المضاغة الجريف باغازاغ، معناها نور الدين طبوبي أول خروج بعد المؤتمر يفض مشكلة كبيرة اللي كانت نجم توقف البلاد. ستا نزار إن كوانسيدونس، نرجعوا لكم بعد اللفوة ترافيك. فقت ولا مازلت؟ صحصح وفيق وأبدا نهارك مع أقوى متينال فايقين مع نضال. فايقين معكم حتى للتسعة ونص، وبعدش اون فو كونفي للمدام ليلي. سينو نحن حكينا اوكرانيا امبارح حكينا برشا، فما حكيت الاجلات غدو نرجع حتى توضع، خاطر ما نحبوش زاد بو فما طلبه يقولوا تعرضنا سمسروا بينا، تعرضنا العنصريه ضربونا، والخارجيه غايبه. ما ظاليش كان خارجيه غايبه، معناها احقاق الحق، نحن غير قادره، مش في بعض الحالات غير قادر على التدخل. أنا البارح بطل اولمبيا امريكي عامل فيديو من اوكرانيا محصور. لا برشا لحد الان، معناتها عاديه، فما نقص عاديه الكمال لله. اذا خرجوا 200 ميرا وديما اللي خرجوا رابحين. اسمع واحد كي يبدا في السيتواسيون هذيك متاع تكون تقرا لروحك تلقى روحك في حرب وفي كهف وماكش لاقي تك نورمال ياسور نحن راهو لو دونجي، معناها مانيش رانا ضد حكايه لو دونجي، معناها مش حكايه ضد، معناها يلزمهم يروحوا ولادنا، واللي يختار باش يروح واللي يختار زاد باش يقعد من حقه يقعد، اذا عنده سي مويان يتخبى في الواحد، مي راهي عيشه راهو خوف راهو هذيك الكل نحن فاهمينه. اي جو كومبرون اللي فما اكسي كما قلنا البارح، مش اكسي معناها تحس روحك ابوندوني على غالب، معناها سبحان الله سيتا الظروف الموضوعية بتاع خوف، احساس انساني عادي طبيعي. وليه وشفنا عندهم شفنا مظاهر متاع شفنا ما خليني نقولوا يكونوا صراحة، شفنا مظاهر متاع عنصرية يودي حرب، يودي حرب اش تحبوا، يقول لك بيانفينو دون لو تران كي بار فير لا روماني، حرب العباد الكل تاكل بعضها، معناها هذوكم كان ما فماش امداد نتاع اكل في اي مدينه، ناس باش تاكل الجريبه، معناها حرب منطقه اخرى، معناها سي نورمال كو تدافع وكل شيء، وحرب فيها صراع البقاء، معناتها وصراع ما بين زاد اخوه معناها الجيران. شفت فيديو واحد تزيري
ترام خلاوش لي افريكان ولي زراب يطلعوا فيه يا اخي. شد هو حل حل الباب تاع فاغونه وشد عليهم سكينه ويطلع يطلع في في العرب. معناها ولينا في سولو غير سليم ديما العنف مش باهي في ظروف الحرب. كل شيء نجم نشوفوه الحرب لا فيها الاخلاق الاخلاقيات الانسانيه تتجرد الناس الكل من البقاء لانستان دو سيرفي. راهو بعض ساعات يعمل حاجات راهو اللي عمل الاخلاق للحرب هما العرب دولتوه في الحرب بتاعهم عملوا اخلاق. الفرسان العرب هما اللي عملوا الاخلاق للحرب بل ما كانتش في العرب معناها من جاهلية ما تسمى جاهلية كانش فريمون جاهلية بل هما اللي كانوا معناتها عندهم اخلاق الفرسان واخلاق الحرب معناتها خاطر من بعد ولا قصر يسطو الحرس بعد صيبه بعدين يمضي سيب اقطعوا رأسه اقطعوا رأسه اخويا شد روحك شوي انا بجي تي اللي تقطع في رأسه. باهي نبداو فما اخبار مهمه. احاله الياس فخفاخ على دائره الاتهام من اجل الاثراء الغير مشروع فيما يسمى القضيه ذيك. هما يلوم عليه القضاء اللي هو خبى يعني حسب الاتهامات يقول معناها ما صرحش في الوقت وخلاص من اجل استغلال الموظف عمومي صفته لاستخلاص فائده لنفسه او لغيره والاضرار بالاداره وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتياز لا حق له فيه الى جانب ممارسه موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص. إذرع غير مشروع الحكاية معناها حاتم راهو النيابة العمومية كي توجه التهمة هذه في المجال الجزائي هذه الفصل أما يوسف الياس الفخفيخ هي كيف بدات الوضعية. الياس الفخفيخ عينه رئيس الجمهورية رئيس حكومة باش العمل في رئيس الحكومة وعنده شركة عنده لا بدا العمل بدون ان بدون قلب تونس في تشكلت الحكومه النهضه غلطانه ما نمشي للحكومه كان فيها قلب تونس بداوا يبربشوا له عمل حوار في اذاعه مع ابو بكر بن عكاشه وتطرح الموضوع وقتها مع في الحوار مع ابو بكر بن عكاشه على الشركه بتاعه. في الانتقال الديمقراطي هي الانتصار في الاجراءات في الاجراءات الصغيره. الياس الفخفاخ اخطا عندما ما قامش بالتصريح في الوقت المناسب لهيئة مكافحة الفساد لأنه من المفروض الحكومة كي عنده ولا وزير عنده بعض الأسهم في شركات يتخلى عليهم الناس أخرى تسير ويصرح تصريح في أقصى شهر. السيد الياس الفخفاخ ما عمل شيء. أنا نجيب أنت داخل حكومة قوية الرئيس اللي عينك وقالك ما تحطش فلان هو يتحمل مسؤوليته زادة أما الإكزمبلاريتي باش تحارب الفساد وانت معناها إجراءات وتقول لي أنا مش في الأجال راك رئيس حكومة تعرف شنو مش في الأجال كما صرت أنا في البنك الفرنسي. معناها رئيس الحكومة كي ما يحترمش الأجال ويغلط في الأجال نجم تكلفنا مليارديرات. دونك الإكزمبلاريتي أنا يا أخي بربشولو جابها الروح اللي بربشولو رق غلبوه معناه اللي حبوا يطيروه رقاوه وغلبوه وتنطروا الكل بما فيهم هما معناه اي هانو تحاهم رئيس الحكومة تحاهم خاطر كل ما هي اي داكودو اما ليكزومبلاريتي معناها من حق زادة تنحيته في بلاصتها خاطر اني تيبا انا نمشي ليكزومبل اللي رئيس حكومة سابق يتعدى على المحيه التونسيه سي بيان ديمقراطيه محلاها محلاها الديمقراطيه ليماج حلوه فعلا اما اون 20 سكوند يظهر لي انا هو ينجم يكون دليل على اكثر منه انكومبيتونس كو سوء نيه. باش تعرف فما تفصيله مهمه في الحوار اللي معناها تعرفنا فيه الحكايه مع ابو بكر بن عكيشه. ابو بكر بن عكيشه جا هنا عمناول مع محمد الخميسي وسالوا على الحكايه يحكي معاه قال له راهو الياس الفخفيخ بيدو هو يحكي معايا قال لي راهو هكا وهكا معناها ما كانتش عمليه بحث واستقصاء ودرا شنو باش تعرف معناها حكايه انكومبيتونس ماهيش حكايه غلطه نتاع واحد ما عندوش خبره في التسيير تو سامبلومون. في ساعتين نكملوا تكي نرجعوا بعديش نكملوا خاصه في القضاء فما حاجات البارح اون اي فلوري ما حكيناش القضيه ذيك حكايه سرقه 38 ملف قضيه شيكات معناها فما تطورات تنحكيو على المحكمه. راهو الفساد مش كان في القضاء برك حتى الكتاب زاد مش ناقصين. جا وقت الاخبار لكن قبل معاكم ألفة باش الطقس تحكي لكم على الطقس بوم صاحب طبخ نص شويه 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 لكن باهي مطره في مارس كيف قال خليلوفسكي ذاب خالص ذاب خالص